السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج جلسة خاصة، في حلقات نخصصها لآخر المستجدات في الساحة السياسية مع قرب انتخابات 7 أكتوبر. في هذه الحلقة سنخوض الرحال عند حزب من الأحزاب التي ستدخل غمار هذه الانتخابات، هنا الحديث عن حزب التجمع الوطني للأحرار. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف المستشار البرلماني وعضو في حزب التجمع الوطني للأحرار أستاذ أحسن الدعي. أستاذ مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أشكر الضيوف الكرام وأشكر القناة يعني مؤسسة التنمية للصحافة والإعلام. أقدم لكم نفسي لحسن أدعي، رئيس جماعة تغزو نيت عطار ومستشار برلماني لجهاد درعة فيلات وعضو يعني في مكتب التجمع الوطني للأحرار. في البداية نبدأ بأول تساؤل، من هو لحسن الدعي ولماذا بالضبط حزب التجمع الوطني للأحرار؟ ونبدأ عن حزب التجمع الوطني للأحرار بأكمل شرحه. لحسن الدعي هو من موالد تلوت أيت عيسى وإبراهيم جماعة تغزو نيت عطار، كان مهاجرا إلى الديار الفرنسية، وبعدها قررت الدخول إلى الوطن سنة 2003. والذي جعلني أنني أنتمي إلى الأحزاب السياسية وخاصة إلى الحزب الحالي الذي هو حزب التجمع الوطني للأحرار، يعني صراحة كان هناك يعني غلو في هذه المنطقة، وكان يعني بعض الخروقات في تنغير وبعض المسائل التي لا يمكن لإنسان غيور على هذه المنطقة أن يصبر عليها. إذا قررت الدخول في هذا الحزب الذي هو حزب عريق له تاريخه، يعني وحتى في تنغير من سنة 1978 اللي مات الله يرحمه واللي حي راه مازال حي، من بينهم السي الناصري ومن بينهم يعني بزاف ديال المنخرطين انذاك في هذا الحزب، كنا انذاك يعني اطفال. لكن الحمد لله يعني حزب وسط يعني ليس يساري وليس يعني احب هذا الحزب، وقررت الدخول يعني في هذا الحزب والانتماء لهذا الحزب يعني بغية يعني الدفاع يعني لتنمية المنطقة إلى الأمام عبر هذه الورقة. فعلا النقطة ديال سنة 1978 كما قلتي، واش نقدروا نقولوا بلي الحزب قدر أنه يدير واحد القاعدة ديال المناضلين في تنمية، والحزب واش كتوجد سميتو هياكل منظمية بين كتابة إقليمية وكتابة محلية؟ هذا ربما السؤال الخامس أو الرابع. خلينا نبدأ بالسؤال الأول. ماذا أعد هذا الحزب؟ مشروع ماذا أعد الحزب؟ ها؟ هذا مشكلة الحاجة. يعني باش نشوف الترتيب. المهم باش نوصل الفكرة، الحزب واش كيتوفر على هياكل منظمية بإقليم سينمائي؟ نعم. من كتابة محلية على الصعيد المحلي، من صعيد الجماعات الأخرى، والصعيد الإقليمي كتابة إقليمية. صراحة الحزب يعني موجود بإقليم تنغير يعني منذ زمان، والحزب مؤخرا أسس التنسيقية الإقليمية والمكاتب المحلية يعني في خاصة بقلعة مدقونة وبومال وتنغير، ونحن في هذا الصدد إن شاء الله سنحاول أن نعم المنطقة أو الإقليم بمكاتبنا لكي تكون قريبة على المواطنين. طبعا نرجو السؤال، ماذا أعد حزبكم لانتخابات 7 أكتوبر؟ ماذا أعد حزبنا التجمع الوطني الأحرار للانتخابات التشريعية المقبلة؟ حزب التجمع الوطني الأحرار وضع برنامجا واضح الرؤى والمعالي لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي نعتبرها انتخابات تشريعية برهانات مصيرية عبر تثبيت مكتسبات دستور 2011 على الصعيد المؤسساتي من خلال تكامل وتعاون أكبر بين السلطات،
توفير الدعم المادي والتأطير التقني والمسيطرة لتسريع بناء الجهوية والعمل على ضمان التوافق والانسجام المجتمعي في قضايا الشأن العام عبر الانفتاح على الفاعلين المجتمعين والمعارضة المؤسساتية وإشراكهم في بلورة القرارات الهامة. حالة فوز التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات، ما هي أول مبادرة التي سيتم تفعيلها؟ في حالة فوز تجمع أو نائبون أو نائبين ولما لا أو ثلاث، لأن صراحة التي تعاني إقليم تنغير منذ زمان أن برلمانينا لم نرى شيئا، وهذا يعني معروف لدى الجميع ومتداول. نحن نريد أناس برلمانيين يدافعون عن المنطقة، نريد برلمانيين غير خجولون، نريد برلمانيين في المستوى، نريد برلمانيين يدافعون عن المنطقة بالجدية. كما تعلمون جميعا كمستشار برلماني لا تفوتني يعني فرصة في البرلمان وإلا يعني كنضرب على الطبلة، الحق ديال تنغير والكل يعلم ذلك. إذا برنامجنا بعد يعني الاستحقاقات سوف نتلاحم، سوف نجلس، سوف نتحاور ما هي الأولويات التي سنقدمها لإقليمنا، وما هي البرامج ذات الأولوية التي سندافع عنها بإقليمنا الفتيل. ولا يمكن، لا يمكن، وهذا وعد مني، لا يمكن، ويا حبذا ويا حبذا أن بعد الاستحقاقات كل برلماني إقليم تنغير بمستشاريها وبرلمانيها بغض النظر عن التحزب أن نجتمع وندافع وكتلة وملي تجي لغيطة كل واحد يطبل كما بغى. هذا هو الهدف عندنا. إذا من بين الأولويات التعليم، الصحة، الكل يعيش يعني هذه المشكلة واسمعها، حتى أننا في القبة قلنا أن مستشفى تنغير محطة رقية. إذا لا يمكن يعني بشساعة هذا الإقليم 300,000 400,000 يعني نسمة، لا يمكن أنه لا يوجد أي مستشفى إقليمي. سمعنا من لسان السيد الوردي وزير الصحة أنه مبرمج أو كذا، ولكن لحد الساعة نحن ننتظر، ولكن بعد أكتوبر إن شاء الله من بين الأولويات الوعود ببناء مستشفى من طرف وزير الصحة المكلف. كيف تقيمون تجربة حزب العدالة الحكومية والأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية وحزبكم مشارك في الحكومة؟ صراحة يعني الحكومة والأحزاب التي تسير الحكومة حاليا لها يعني إيجابياتها ولها يعني سالب، يعني أن يعني ماشي كل شيء العام زين، ولكن الحمد لله يعني كاين تحسنات شيئا ما، كاين تحسن لا ينكرها يعني ناكر، ومن لا يعني من لا يعترف يعني من لم يشكر الناس، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. يعني كاين يعني أن تحسنات يعني تحسن المغرب يعني بكثير، وإحنا نريد يعني أن نكمل هذا العمل ونمشي في هالطريق إن شاء الله، يعني باش نحققه أكثر وأكثر، وخاصة في جهة رعتفيلات يعني هذا البلد، هذه المنطقة الشبه المنسية. سؤال من رجل البحرية، هل يتم العمل بمقاربة تشاركية داخل هيكل الحزب إقليميا في سنغال؟ حيث العديد يعاب عليكم أنه حزب شكرا أو أنه حزب رشح كوكيل إنسان أمي، فما ردكم على هذه القولية؟ حزبنا ليس حزب شكار، والذي أعلمه إلى حد الآن نحن نزهاء، نحن نزهاء، بل سمعنا ببعض المسائل يعني هنا في تنغير، لكن سنفضحها ولن أسكت عن هذا، وربما ستكون يعني وخيمة على بعض الأحزاب الذين يعملون بهذه الطرق التي لن تمشي بنا إلى الأمام ولن تذهب بإقليمنا إلى الأمام. أما السيد النائب المحترم ونتمنى ذلك عبد
تيخزو سوم اللوك في ساعه الحوض بمنطقه الليف. حنا كنتمناو يطلعوا ثلاثه وحنا ما غنقصروش وغنبينوا للناس الخدمه ديالنا، وانا كذلك هم قوه لي ان شاء الله باش نمشيو للامام. اختيار السي عبد الخزو كان اختيارا نزيها بمشاركه جميع المستشارين الجماعي، وكان ذلك في بومبا، وكان ذلك بالتصويت، ليس اختيارا بتاتا. من منكم سيتقدم سي عبد الرفيع الدر؟ هل هناك منافس؟ ليس هناك منافس. إذن انا لا اقول امي او النبي امي، ولكن فعل ما فعل يعني في الامه الاسلاميه والى لحد الساعه. سي عبد الرزاق رجل يعني مقاول يدير خمس مقاولات. اريني واحد مثقف يدير هذا الكم الهائل من المقاولات التي يعني تعد يعني من اكبر المقاولات، تسير الاف. نتمنى تنغير كامله تكون عبد الرزاق صاحب المقاومه، هذا الذي نتمناه. لكن نعم سي الحاج، بعد تقديم لائحه ثاني وكيل اللائحه، ما هي حدود لائحه التجمع الوطني الاحرار بالفوز باحد المقاعد النيابيه؟ حدود الحزب التجمع الوطني للاحرار كبيره جدا للظفر بمقعد نيابي او اثنين. علاش؟ لأن كمثال حسن الدعي قريب من المواطنين، رجل متواضع، رجل يرد على الرسائل الخاصة حتى الشتائم بعض المرات، رجل يريد، بغيت نوري للناس أرزل من المسؤولين يعني هنمينا ثلاث مسيرة لكي نوري لكي تضرع الحزب إن شاء الله قوة لي إن شاء الله. لا تمنوا إلا قرنا الحظ، الحمد لله ندعوك تدعون الخير، ماشي مجاملة أو لا كذا، بل إن شاء الله سنقاوم وسندافع هذا هو الحظ. زيادة على ذلك 10 جماعات تديرها أو تسيرها مجالس تجمع الوطن الأحرار، زائد على ذلك المجلس الإقليمي يديره تجمع الوطن الأحرار، زائد على ذلك مستشار برلماني في المنطقة الذي برهن على عمله في المرة السابقة أي في الدورتين السابقتين، والكل يعترف بهذا ولا ينكر هناك. ما بعد الانتخابات في حالة فوز التجمع الوطني الأحرار بأحد المقاعد، هل ستكون نية الاستمرار وتأسيس هيكل محلية لإقليم شمال؟ ضروري، وإلا الحسن الدعي غادي يدير القوة. ضروري نستمروا مع الناس، وعدنا الناس ووعد الحر دين عليه. ما دام انني في هذه المهمه هذه، اذا سندافع، سنقوم بكل، لان كنا مرتبكين شيئا ما يعني في الاول، يعني جات الانتخابات وبعدها جات انتخابات اخرى وكذا. اذا الحمد لله الان عندنا 5 سنوات قدامنا، اذا هذه 5 سنوات ان شاء الله سنحاول ان كل جماعه على الاقل يكون فيها مكتب للتجمع الوطني الاحرار باش يستقبل الساكنه ويستقبل الشكاوى ديالهم ويستقبل يعني المعاناه اللي تحصل. اخر سؤال، ما هي احسن واسوء ذكرى في مسار الحسن الدعي؟ المسار السياسي. المسار السياسي والله ما عندي شيء يعني نقدر نقول، انا الحمد لله والدعي انسان بسيط دائما يعني دائما فرحان، يعني مزيانه ولا خايبه كنقول الحمد لله. الذي انا ضده او ضده ولا اريده، انا جيت باش نخدم المنطقه هما المحاكم، تكبوا علينا هذوك الناس خرين بالمحاكم، يصير طلع واجي، انا لم اخلق لهذا وما عمرني عندي 45 سنه يعني في العمر ديالي ما دخلتش انا المحاكم وما كنعرفش المحاكم، يعني ما عمرني قربت حتى الملفات الناس ما كنعرفهمش، يعني ذاك النطاق يعني ما حتى يعني دخلنا في هذا الاخر كاين العداء والحقره وربما يعني ما نعرف شيء اخر. باش نختموا الحلقه كنبارك اخر كلمه للمتابعين ديال البرنامج. الكلمة الأخيرة التي أود أن أقولها بإقليم تنغير وأدعو إليها جميع مواطنين رجالا ونساء، شباب وشابات،
شياب وعجائز أرون إن ترحب المكان ده أرون إن تني صوتاتاس الحمامة صوت مسي وتبير هات العرف ومجارو هات صوت مي وتبير قادي تقوى من كين هات اللي ما يدير السن المستشار والدعي الحسن هات السنمية السن لخدمتنا ده السيار يتمازير السن ميسنوسي لهموم يتمازير إن شاء الله هات لك تمازير أولا حرب الظلم أد نحاول أد نترافع في التنمية نتمازير نترافع يعني في التهميش تخلنا غير في نغلال أن نسهل الصوت منه نتمازير منه الجهة درعة فيلات وخاصة إقليمي تنغير أتني نسهلو إيد غارمنس أنتني يلمين برد صوتات الحمامة الرمز السلم والسلام أجنس ربي سيدنا يوي دمان منزاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جلسة خاصة، ولنا موعد مع ضيف آخر وحزب آخر في حلقة أخرى. إلى اللقاء.